كابتن خالد رضا اصبح واحد من العناصر المهمه، كان ليكوا دور كبير جدا انه يدخل في اجواء النادي الاهلي، دور كبير جدا لاوضه اللبس في النادي الاهلي. حبيبي رؤى، ومبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي. رضا لعيب كبير، و يعني الحمد لله طبعا النهارده عوده بعد فتره غياب مصاب. لا هو لعيب كبير يعني، هو مش بس انت فاهم منه حاجه؟ بكمل معاك، مكملين طبعا مع كابتننا الكبير كابتن خالد دبيبو، اللي في البدايه طبعا بنقول له كل سنه وانت طيب كابتن خالد، عيد ميلاد سعيد يا كابتن خالد، ومليون مبروك على الفوز. اللعيبه النهارده حبت تحتفل بعيد ميلادك بفوز غالي على فريق الاسماعيلي بثلاثه اهداف مقابل هدف. وانت طيب يا رؤى، وزي ما قلت لك الحمد لله مكسب ورا مكسب ان شاء الله، نكمل على كده ان شاء الله الفتره كلها اللي جايه. زي ما بقول لك مكاسب كتير النهارده، عوده الرضا من الاصابه، الاهداف كانت كويسه، كان ممكن نجيب اكتر من كده، بس التوفيق ما حلفناش يعني في اخر المباراه، يعني اكتر من فرصه. ومبروك لجمهور النادي الاهلي. اكيد عايزين نطمن على امام عاشور، يعني اصابه امام عاشور، خروجه للاصابه، عايزين نطمن اخر التفاصيل، تحطنا في الموقف بتفاصيله يا كابتن خالد. والله طبعا لسه خارج من المباراه، وامام دلوقتي بيعمل اشاعه، هنطمن عليه وهبلغه على طول يعني. كابتن خالد مجهود كبير جدا يعني في تفاصيل كتير جدا منذ تولي الكابتن خالد بيبو المسؤوليه، قدرك انك موجود جوه النادي الاهلي، وجوه النادي الاهلي لازم بتعشق التحديات. كابتن خالد بيبو منذ الساعات الاولى ليه جوه النادي الاهلي امور كتير جدا اثبت يعني على قدر المسؤوليه، والنتائج بتيجي تبعنا كابتن خالد. الحمد لله رب العالمين. طبعا انت في النادي الاهلي على طول، احنا لعبنا دلوقتي كم مباراه في كم بطوله يعني، فانت بتخرج من بطوله تخش من بطوله، تخرج من بطوله تخش من بطوله، على طول مباريات متلاحقه. هو ده شغل في النادي الاهلي، انت تبقى موجود لازم تبقى على طول جاهز. بكمل الشغل اللي كان شغال طبعا. الكابتن سيد عمل شغل كبير جدا وعمل اساس كويس، انا بكمل عليه وان شاء الله احنا كلنا بنكمل مع بعض. هو ده النادي الاهلي، انا ما ببداش من صفر، انا ببدا من حيث انتهى الكابتن سيد، خدت الملفات منه وبتكلم معاه على طول، ووصلنا يعني النقطه كويس، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله. هو ده النادي الاهلي وهو ده الكابتن خالد بيبو. كابتن سيد عبد الحفيظ صعب الامر على يعني على اي حد يجي بعده، لكن دايما جوه النادي الاهلي احنا بنكمل بعض، بتبقى المسؤوليه. كابتن خالد بيبو يعني امتداد ان شاء الله لي يعني كباتن كبير جدا قعدت في المكان دوت، كابتن طارق سليم، كابتن ثابت البطل، كابتن عزت ابو الروس، كابتن سيد عبد الحفيظ، اعتقد الكابتن خالد بيبو ليه ستايله وليه اسلوبه ولطريقته في اداره الكتير جدا من الملفات داخل النادي الاهلي. اكيد طبعا زي ما قلت كده، انا استلمت من الكابتن سيد بقى طبعا، قعد فتره طويله حضر حاجات كتير قوي، وانا زي ما بقول لك استلمت منه كل الملفات واشتغلت عليها ومكمل شغله، لان في الاخر اللي بيحط سيستم هو النادي، احنا في الاخر بتنفذ السيستم ده وتنفذ السياسه اللي محطوطه بتاعه النادي. طبعا كل واحد باسلوبه، كل واحد بطباعه، كل واحد بشغله، بس في الاخر هو سيستم الشغل كل واحد، نظام الشغل واحد في الاخر. انا دوري ان انا احافظ على نظام الفريق واحافظ على هدوء الفريق، والحمد لله يمكن الفتره دي الدنيا هاديه بشكل كويس جدا، اللعبه كلها ملتزمه. انا مش جاي اعاقب اللعيبه، انا جاي ان انا يعني ان انا يعني اشتغل مع اللعيبه بشكل كويس، ان احنا في الاخر نقدم كره كويسه. زي ما انت شايف الحمد لله النتائج كلها ماشيه بشكل كويس، النتائج كلها فيها كميه اهداف مناسبه جدا، ولو ان انا طمعان في اكتر من كده، انا بحب ان دايما ان انا اشوف الكره جوه الجون. فانت دورك ان انت تساعد اللعيبه ان هو ينزل المباراه، والجهاز الفني ان هم ينزلوا المباراه ما عندهمش مشاكل، هو ده اهم حاجه بالنسبه لدوري. الفتره اللي جايه كتير من الناس هيشوفها انها فيها ضغط فني، عندك مباريات، عندك سفريات، لكن في شق تاني، الشق الاداري، اعتقد فتره من اصعب الفترات، عندك كم سفريات في وقت صعب جدا، تحضيرك انا عارف بتحضر من دلوقتي، وده ضغط تاني وشق تاني بجانب الشغل والضغط الفني يا كابتن خالد. بص عشان ما ابقاش كذاب، اداره النادي كلها بتتعاون عشان الفرقه ترتاح. السيستم الشغل هو محطوط من اداره النادي، كل واحد في النادي ليه دور بيعمله، مفيش واحد بياخد دور حد ولا واحد ان هو بيعمل كل حاجه، لا ادارات النادي بتساعدك وبتسهلك امور كتيره جدا، انت بتحط نظام وبتحط سيستم عشان الناس تقدر تساعدك وتشتغل بشكل كويس. انا بقول لهم انا محتاج ايه، والناس كلها بتتعاون بشكل محترم جدا وشكل محترف،
عشان كده الحمد لله كل سفرياتنا كل رحلاتنا بتبقى ماشيه بشكل محترم وشكل منتظم، وفي ناس كتيره قوي، مش انا مش هاخد اللقطه لوحدي يعني، او ان انا اللي بعمل كل حاجه، لا، الادارات النادي وفي الجهاز الاداري شغال بشكل محترم جدا، وزي ما قلت السيستم اللي محطه هو النادي واحنا كلنا بننفذ السيستم.